عسى مرحبا بكم، مش عايزكم في فيديو جديد. ومرة ذي باش نصور لكم يونيفرسيتي اللي نقرا فيها، كيلي سكول اوف بزنس. يونيفرسيتي ذي تابعة انديانا يونيفرسيتي، ومن بالحق معناها فاك ما كنتش تخيل اللي باش نقرا في فاك كيما هكا، خاصة كي تشوف الفرق بين فاكيت بتاع تونس والفاكيت هنا، معناها شكل اخر كومبليتمون. دونك خليني نوريكم توا قبل كل شيء الفاك من برا، وبعدها ندخل نشوفوها من داخل. دونك هذا المبنى الرئيسي بتاع الفاك كيما تراو غاديكا، فما ترافو قاعدين يكبروا في اليونيفرسيتي باش يرجعوا اكبر. من هنا عندنا جسر يربط بين لي دو، وهذا الجزء الثاني بتاع الفاك. دونك هذا جزء وهذا جزء، وفي الوسط فما جسر يربط بيناتهم للزوز. خلينا نبداو من اليمين بالكل واحنا ماشيين اليسار. دونك بدينا منين فما لي ترافو، وخلينا نتعداو ندخلوا من هنا من الباب هذايا ونكملوا نمشيو لاخر اليونيفرسيتي. من الحاجات اللي عجبتني في المباني اللي هنا في انديانا، مش كان في كيلي، يعني نحب ناكد اللي في اي مبنى موجود في وسط الكومبيوس فيه الحاجه هذه، اللي هي عاملين قارين حساب العباد ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني كي يبدا يهدى على الكروسه جوست ينزل والباب يتحل. ينزل والباب يتحل. So, نوريكم البلاصة هذيا. هذيا كيما نقولوا المدخل. هنا كيما تراو فما تلافز ديما يخدموا 24 ساعة. نوريك فيهم عبيد قراو في كيلي، ولا عبيد خليهو بصمة. من غاديكا فما الترافو تاع اليونيفرسيتي الجديدة. هنا فما كيشوب في وسط اليونيفرسيتي يبيعوا فيه دي تي شيرت نتاع كيلي تاع اليونيفرسيتي، معناها كيما هكا تقريبا، اما مش انديانا، مكتوب عليهم كيلي. عندي انا ديجا تي شيرت هكاكا الاكحل. سو هذايا الهادج هول، بالطبيعة تنجم تجي لهنا باش تريفز، ولا تبدا عندك ساعة بوز ولا حاجة تحبش تخرج لبرا سخونة ولا مطر تولي تجي ترتاح هنا. سو هادج هول، عندك الدروج من غاديكا تطلع على ليزيتاج، وعندك من هنا اسانسور يهزك لليزيتاج تحب عليه. فما كاتيتاج هنا، دونك هذا الفيرست فلور يتسمى. جينيرالمون في الفيرست فلور تلقى الكلاسات يبداو بواحد، معناها هذا فيرست فلور. حاول نشوف. دونك هذه سال نتاع اونفي، ماهيش اونفي كبير، كل ميني اونفي نقراو فيه ساعات. توا طلعت بكم من الدوزيام ايتاج كيما تراو غاديك الفيرست فلور اللي كنا فيه. هذه الدوزيام كالعادة فيه بلايص وين تنجم ترتاح، وفيه شارجور كان عندك تليفون طايح شارج تنجم تجي تستنى هنا تخليه يتشارج. هذوما ساليت اخرين نقراو فيهم صغار، هذوما نتاع جروب ما يفوتش 50 عبد، مش واضح برشا ظلام. هذوما ريبورتس حاطينهم بشوي ما تعدى تعرف اللي اليونيفرسيتي ناجحه برشا. الهولز نتاعهم مزينين الكل. هنا كيما تراو زادا فما جوائز وميداليات اخرين، كؤوس. نزلنا في الدوزيام ايتاج، هذوما تصاور نتاع عباد شدوا رؤسوا لليونيفرسيتي. هنا سامبول نتاع الفاك انديان يونيفرسيتي كيلي سكول اوف بزنس. وهذايا في وسط اونفي، تحسوه مواهر معناها سينما تدخل عليه، مش وسط اونفي كاني مشيت للسينما دار. دونك من هنا الجسر اللي يربط بين زوز فاكيت،
على حيت نجمو تراو دي زيستوار بتاع عبيد عملت حاجة في كيلي من هنا لي بارتنير متاعهم اللي خدموا معاهم. هذا الفيديو بديت نصور فيه من غاديكا طواني هنا واني مقابل الوحدة بالضبط فوق الكيس. كملوا هذي سي إد كيلي اللي سميه على اسمه لونيفرسيتي وذوك حاجات ربحوهم. هذي the other side of the university كما ترى تحسوها حتى في الستركتور بتاعهم بدلة. هذي من الحاجات اللي يعتبرون فخر بالنسبة لهم ما نعرفش شنو بالضبط مزيانة. So هذا في وسط كلاس من كلاسات اللي نقراو فيهم. حاب نوريكم طريقة الخدمة في الكلاسات هذوما. دونك كيما تراو في كل كلاس فما البي سي متاع خدمة، فما البروجيكتور، وفما هذي كتابلو يهبط، فما التابلو العادي اللي كتبوا عليه بالفوتر. أول حاجة هي لازمك تكونيكتي على الكونت. كل بروف هنا عنده كونت وكل اتوديو عنده كونت. دونك احنا بصفتنا دي زيتوديو عندنا كونت اللي نجمو ندخلو بيه على اي موجود على اي بي سي موجود في اليونيفرسيتي، والا موجود في لي سال دو ريفيزيون، والا في بيبليوتيك بنفس الاي دي ومربوط معناها باز دوني. نفس الفيشيت تاعي مثلا نخدم بهم على البي سي تاعي نلقاهم موجودين في اي بي سي اخر نحلو بنفس الاي دي تاعي. سي بون، دونك توا كونيكتيت على الكونت تاعي من البي سي تاعي. كيما تراو في هذا الاكران يعمل بروجيكسيون تاع الحاجه اللي نشوفها هنا في التابلو. الاكران الاول هذا نشوفه كان انا، الاكران الثاني اللي هو اكران تكتيل هو الحاجه اللي باش تظهر على في البروجيكسيون تظهر على الاكران اللي من تالي. دونك هنا فما كتابلات تكتيل اللي نختار منها شنو الحاجه اللي نعملها بروجيكسيون. بو دو مومون عندنا البي سي محطوط عليه بروجيكسيون بالبروجيكتور 1 و 2 والاوديو يخو فيه من البي سي. نجم نعمل حاجه اخرى كيما نربط لابتوب نتاعي كان يبدا عندي بورتاتيف نحب نعمل منه بروجيكسيون، والا نجم نستعمل دايركت كاميرا. شنو هي الدايركت كاميرا؟ هي كاميرا هذيك موجوده الفوق تعمل بروجيكسيون على الحيط على اي حاجه نحب تظهر من هنا. باش نعمل لكم اكزامبل صغير. دونك من المفروض توا تشوفوا فيا برغم اني انا مانيش نخزر الاكران. توا شاد انا الكاميرا ونخزر الكاميرا اللي فوق. فوالا عسلامة. دونك فاش تعاون الحاجه هذه؟ تعاون اللي تنجم تحط اي حاجه. فور اكزامبل نحب نفسر الفوتر هذا شنو. دونك جوست نحطه هكا ونبدا نحكي عليه. نجم نستعمل اشارات وذي الكل يظهر في الاكران يتشاف من جهه الكل. واخر حاجه نحب نوريها لكم مربوطه بفيديو قديم هبطته على الشين تاعي. الفيديو هذيك صورت فيها حياتي اليوميه كيفاش تكون في امريكا. وريت فيها الكونيكسيون اللي عندنا في الفويه وعلى نيتي معناها جوست حسيت فما فرق بين الكونيكسيون تاع الفويه في امريكا وبين الكونيكسيون تاع الفويه في تونس. على خاطر حسب ما نعرف في تونس لي فويه الكل يا اما فيهمش كونيكسيون يا اما تبدا فيهم كونيكسيون ضعيفه ومقسومه معناها على الفويه كامل ويبدا فما واحد شميتي يستعمل في نت كات دونك يحرم على البقيه. معناها الانترنت في لي فويه في تونس كاتاستروفيك. حبيت اصور الانترنت الموجوده في الفويه اللي عندنا في امريكا. اما فما برشا عباد بداو ينبروا على الكونيكسيون. قال شنو في تونس عندنا مخير منها وعندنا مكيف عندنا 4G وعندنا انترنت بتاع اسبري وعندنا منعرفش شنو. ما حبوش يفهموا اللي انا قصدت الفرق بين فويه وفويه. ما عملت كومباريزون بين فويه وفويه، ما قصدتش نعمل الكومباريزون بين انترنت بتاع فويه والانترنت في تونس بصفه عامه وفي بروبتيك. دونك مادام فما برشا جماعه حبوا يعملوا كومباريزون مع اسبري مع فاكولتي، باش نوريكم توا الانترنت في الفاكولتي في الكيلي قداش.
وجيبوا لي كان فما فاكولتي في تونس بريفي ولا ايتاتيك عندها كونيكسيون كيما هكا. هذا اكثر سيت يستعملوا فيه في تونس باش يخلصوا في تيست على الانترنت. اند نبداو. alright يا اسبري 4G 4G توصل هكا يب. داونلود سبيد 881. شوفوا الابلود سبيد توا. يب ذاتس ذا ريزلت. ابلود 488 بينج 3. بون انا بكري عملت التيست طلع لي 2 معناها تاور زانت شوية كونيكسيون تسمى. الابلود كان في 800 حتى هو ما ميسيلش. اذا الجماعة اللي حبوا يكمباريو فوايي باسبري هاني جبت لكم حاجة تكمباريو بها الاسبري. حاجة اخرى تعاون البروفيت كي بدو يقريو عجبتني برشا. يا كاو يزي alright good and you can use this طلعها or you can do better كي كملنا من القراية دونك لازم نسكر السيستم اوتوماتيكمون يطلع والبروجيكتور يتسكر ودي كونيكتي هكا. كون وريتكم كيفاش يقريو في كل سال. نعاود نأكد لي في كل سال فم بيسيات كيما هكا واي حاجة تعملها في واحد من البيسيات تتسجل على السيرفر ومن اي سال اخرى تحلها تلقاهم زي موجودة. دونك البروفيت جنرال مو يقريو يعملوا بروجيكسيون باوربوينت والا وورد كل بروف كيفاش يحب يقري ولا فم البروفيت اللي يكتبوا على التابلو فاسيلمون. اما ان توكا هكا اسهل برشا تحس فما تحسها انتراكتيف بينك وبين الاستوديو خاصة لي بروفيت اللي يستعملوا الدايركت كاميرا اللي من فوق. دونك اي حاجة يحب يعملها جوست يحطها على الطاولة تسحقش باش تقوم تبدا تدور عليه باش تشوفه كيفاش يعمل فاسيلمون. يخدم كاميرا من فوق في السقف يبدا يصور يبدا يعمل في اي حاجة ولا يكتب ولا يصلح ولا كل بروف كيف يستعملها والاستوديو من بلاصتهم يبداو يشوفوا في الاكران في شنو قاعد يعمل. اخر حاجه حاب نوريكم في سال اللي في كل سال فما تليفون هكا. التليفون هذا نتاع الحاجات الاوليه بار اكزومبل فما كا ايرجون دونك تستحق تكلم 911 فاسيلمون تكليكي على الفلسه هنا تجيك الشرطه للفاكولتي. تستحق فما مشكله في مثلا في بيسيات فما مشكله صارت فيهم بيسي ما حبش يخدم البروف ما يسحقش يمشي للاداره ويخلي واحد يعص على تابلو ويبدا يكتب اسامي مشوشين كيما عندنا في تونس. جوست يجي ينزل تيك في اقل من دقيقه يجي تكنيسيان للكلاس ويشوف له شنو المشكله معناها كل شيء عندهم حليه. كيما قلت لكم اكثر حاجه مركزين عليها هنا في اليونيفرسيتي هي عطين قيمة للعبيد ذوي الاحتياجات الخاصة. دونك نعرفوا اللي واحد ذوي احتياجات خاصة ما يجمش يطلع في الدروج. دونك عملوا أسانسور اللي باش يعاون ويسهل الحركة متاعهم وطلعهم وهبوطهم للدوزيام ولا تروزيام ولا كاتريام ايتاج. وهكا نكون رجعنا للهوج هول اللي هي بدينا منها اول مره. سو فما زوز ايتاجات اخرين ما صورتهمش خاطر بريسك ايدونتيك نفس اللي موجود في الايتاج اللي اللوطه موجود في الايتاج اللي فوق. دونك حبيت نطول في الفيديو ان شاء الله نكون وريكم الحاجات اللازمه الحاجات اللي نستحقوا كيفها في تونس على خاطر تسهل العيشه بتاع الاستوديو. انا ما صورتش لما حدا بشي يقول لي عنها كيفها في تونس على خاطر مشكلة اللي مازال عندنا نقص في المونتاليتي. كما شفتوا الماتريال اللي موجود لداخل
هنا في امريكا حتى فما حتى واحد يتجرأ باش يكسر حاجه منهم. تخيل كان عندنا بيسيتا كيكه في تونس عادي، معناها من اول نهار واحد يروح بالتابلت، يمشي يروح بكرون تكتيل، يروح ما نعرفش باش نوا. الحاجه الباهيه هنا اللي عنده مونتاليتي هاكم، ريتو كيفاش السال الفارغه اي ستوديون ينجم يدخل يخدم السيستم، يكونكتي بالكونت بتاعو ويعمل بروجيكسيون تاع اي حاجه يحبها، اللي عنده بريزونطاسيون يحب يحضر لها يدخل اي سال يحضر فيها باش يستانس بالجوري. و دونك هذيك حاجه مازالت ناقصتنا في تونس، ما عندناش مونتاليتي. اما ان شاء الله اذا عندنا حاجه كيما هكا في تونس على الاقل، ان شاء الله تتبدل المونتاليتي نتاعنا وان شاء الله نشوفوا حاجات كيما هكا. وعلاش لي حاجات مفيده هذا اللي عندي اليوم. ان شاء الله تشوفوني في فيديو اخر على قريب، و انجوي. كان عجبكم الفيديو بارتاجيوه. سلام.